استيقظت دونا عندما سمعت طرقة على نافذة السيارة. فتحت عينيها وقفزت من مكانها بخوف وهلع. كان جسمها يرتجف من البرد وعنقها يؤلمها بسبب الطريقة الملتوية التي نامت فيها. لا بأس دونا، لا تخافي، أنا ريك. فتحت باب السيارة بعد أن تأكد لها أنه فعلا ريك وقالت له: ريك، أوف، أفزعتني كثيرا. يبدو أنك واجهت مشكلة مع السيارة. لاحظت أن ضوء المصباح بدأ يحل تدريجيا محل ظلام الليل، فسألته: كم الساعة الآن؟ وماذا تفعل هنا؟ إنها تمام الخامسة، وأريد أن أعرف ماذا تفعلين في هذه السيارة المعطلة. هل أفهم من وجودك هنا أن أدوني لا يزال على اليخت وأنك هربت منه؟ استوت دونا في جلستها وراحت تفرك عنقها بيديها، ثم قالت: لا، أخبرني عن سبب وجودك هنا. لم تتمكن سيرافينا من النوم وأرادت أن تشرب فنجانا من القهوة. أعددت لها القهوة ثم دفعتني حشريتي لمعرفة ما إذا كان أدوني أعادك إلى البيت أم لا. سمحت لنفسي بفتح باب غرفتك، وعندما وجدت السرير خاليا ظننت أنك لا تزالين معه في اليخت، فأتيت لإعادتك إلى الفيلا. هو الآن فسري لي سبب وجودك هنا بمفردك، هل حدث شيء؟ لم تجبه دونا على الفور، بل راحت تحلل المعنى الكافي في حديثه عن أرق سيرافينا ورغبتها في شرب القهوة. توحي كلماته بالتأكيد بوجود علاقة حميمة بينهما. حاولت دونا دائما تجنب مواجهتها أو حتى التفكير بها. تعني كلماته أنه كان معها طوال الليل. عصر الألم قلبها، ولكنها سيطرت على أعصابها كثيرا كي لا تحاول الإفلات من يده الممسكة بمعصمها. قال لها بانقباض: يبدو أن شيئا ما حدث بينكما، أخبريني. أطلعته على كافة التفاصيل، ولكن صوتها كاد يختنق عندما أخبرته بأن أدوني منعها من الاتصال بأمه هاتفيا مخافة أن تقلق وتغضب. أرادت دونا أن تصرخ بوجهه قائلة: كانت معك، كنت تطوقها بذراعيك. وسمعت ريك يقول باستغراب واضح: كيف يقود بتلك السرعة الجنونية ومعه شخص آخر؟ كنت معرضة للخطر، هل أنت بخير تماما؟ شعرت دونا بلمسة يديه فانتفضت هذه المرة كما لدغتها حية، وقالت بحدة: إنني بخير، كنت أضع حزام الأمان، ولو فعل أدوني مثلي لكان الآن بخير هو الآخر. كان يقود السيارة بمثل تلك السرعة بسبب مجادلته معك. إذا سمعت ما جرى بيننا، إنه يستغل كرم سيرافينا معه. أنت تساعدينها في كتابة مذكراتها، وأصبحت تعرفين بالتأكيد كم كدت واجتهدت لجمع أموالها. هل تعتقدين أنه يحق لشاب بعمره أن ينفق مال أمه على هذا النحو ولا يحاول إيجاد عمل لنفسه؟ لم يتذمر إذن بسبب ذلك الألم الخفيف؟ وهل يثبت ذلك أنه رجل؟ لم أحب ولن أحب فيه أبدا هذه العادة القبيحة، وهي استغلال النساء، إنهن طرائد بالنسبة إليه. ارتجفت دونا وتأثرت كثيرا لأن ريك يتحدث بهذا الشكل عن أدوني الذي هو من لحمه ودمه والذي يشبهه في مجالات متعددة. قالت له بغضب: سيرافينا هي التي ستكون بحاجة للتعاطف معها عندما تسمع أن الشاب الأرعن جرح وجهه الجميل المحبوب. ثم ابتسم بسخرية وأضاف قائلا: بإمكانه الدخول ساعة يشاء إلى عالم السينما الإيطالية مستخدما ذلك الوجه الوسيم والقدرة على التمثيل اللذين ورثهما عن أمه، ولكنه كسول وبليد وطفيلي، يفضل مطاردة النساء. أوف، لا داعي لأن أخبرك عن هذه المسألة، فأنت تعرفين ذلك. وأرجو ألا يتأثر رأسه كثيرا بهذه الحادثة الصغيرة والجرح الطفيف الذي أصابه. يجب أن تدركي ذلك يا دونا، لأنني لا أريدك أن تحولي حياتك العاطفية إلى دمار ومأساة. كيف يمكنك أن تتحدث بهذا الشكل عن... خنقت الكلمة الأخيرة في حلقها ثم مضت إلى القول.
إنه ابن سيرافينا، وكلنا نعرف مدى تعلقك بها. نعم، إنني متعلق بها إلى درجة كبيرة، ولكن الحب يجب ألا يعمي عيوننا عن أخطاء من نحب. في أي حال، فتاة مثلك جديرة بحب رجل حقيقي. أخرج رأسه من نافذة السيارة ورفع نظره إلى السماء التي بدت حمراء صافية. لم تتمكن دونا في تلك اللحظة من إبعاد نظرها عن ذلك الوجه القوي. قالت لنفسها إنه وجه حنون لملاك أسود لم يجد بعد جنته الحقيقية. كيف ستشعر لو أنها تمكنت من الحلول محل سيرافينا؟ كيف ستشعر أو تتصرف لو كان ريك لورديتي رفيقها وحارسها؟ لو كان حبها وصوتها؟ وسمعته يتمتم: ها إن يوما جديدا بدأ يشق طريقه الآن، طاهرا عفيفا مثلك يا دونا. احمرت وجنتاها بسرعة وتساءلت عما إذا كان يتمنى أن يكون هذا الرجل الذي سيطلعها على خفايا الحب وأسراره، وعاد إلى الحديث معها قائلا: هل تلاحظين يا دونا كم نحن على انفراد؟ إننا هنا في قلب منطقة جبلية لا يشهد على انفرادنا أخيرا ببعضنا سوى الطيور وبعض الثعالب. خفق قلبها، إنه يخص سيرافينا، ولو كانت لديها ذرة عقل لطلبت منه إعادتها فورا إلى الفيلا. نظرت إلى سيارته ووصلت الكلمة إلى شفتيها، ولكن الرغبة في إطالة أمد اللقاء المنفرد كانت أقوى من العقل والمنطق. استدار نحوها وكأنه فهم رغبتها، ثم مد يده نحوها وقال: تعالي، رجلاك بحاجة لقليل من الرياضة، لنقم بنزهة قصيرة. لم تجادله دونا، بل نزلت من السيارة وانضمت إليه. سارا يدا بيد بين الأعشاب والأزهار البرية الجميلة، يتنشقان عطرها الفواح الذي يزيد من روعته نسيم الصباح العليل. كان الصمت مخيما عليهما، ولكن دونا كانت تعلم أنهما يدركان معا وجود ذلك التيار من الرغبة ينطلق من أصابعه مباشرة إلى عروقها. كان ينظر إليها بين الحين والآخر، وعلى شفتيه ابتسامة خفيفة توحي بأفكار معينة يجب ألا تسأله عنها. حاولت أن تبادله البسمة الحلوة، ولكن مسحة من الحزن كانت تغطي وجهها. إنها تشعر أكثر منه بذنب الوجود معه في مثل هذا اللقاء السري، ولكن شعلة صغيرة كانت تلتهب في جسمها كلما نظر إليها. قطع ريك حبل الصمت عندما أوقفها وقال لها: هذه هي الطريقة الفضلى لشخصين يسيران معا، لا يتحدثان كثيرا، ولكنهما يستوعبان المتعة التي يشعر بها كل منهما بسبب وجوده مع الآخر. أنت تريدين ذلك بقدر ما أريده أنا، هذا هو شعوري الآن. فرحت لأن ريك يريد الانفراد بها، ولكن علاقته مع سيرافينا كانت تقض مضجعها وتذكرها بتعاستها. لم يتردد في الإفصاح عن مدى حاجة سيرافينا إليه، وكان واضحا لكل من يراقبهما معا أن إخلاصه لها قوي لا يتزعزع، إلا أن له جانبا آخر في شخصيته لا يكشف عنه إلا عندما يكون معها هي، الفتاة البريطانية البسيطة. ذابت قساوته قليلا وجعلها تدرك أنه قادر على أن يكون رقيقا وحنونا. بدا لها وكأنه يجد معها بعض شبابه الذي فقده أثناء بحثه الطويل عن قاتل أمه. بدا وكأنه يريد الابتعاد بين الحين والآخر عن أجواء سيرافينا المثيرة وعظمتها وجمالها وأساليبها التي أصبح يعرفها جيدا. وفجأة بدت الأشجار التي يسيران بينها أقل كثافة وعددا، وظهر لدونا أغرب بيت صغير شاهدته في حياتها، بيت غريب جدا وجميل في الوقت ذاته، تغطي جدرانه بصورة تامة نباتات وأعشاب وأزهار مختلفة. قال لها ريك: لا يمكنك أن تجدي مثل هذا البيت بأعداد كبيرة في هذه المنطقة من إيطاليا. بيت على هذا الشكل ليكون نسخة طبق الأصل عن البيوت التي أحبها، إنه منزلي، المخبأ السري الأمين. تأملت دونا بإعجاب بالغ البيت المبني من الحجارة المستديرة والمؤلف من طابقين. أعجبها القرميد الأحمر الذي يغطي سطحه، كما أعجبتها نوافذه الضيقة وبابه الخشبي الذي تعلوه قنطرة جميلة. ابتسم لها ريك وسألها بهدوء:
هل تحبين إلقاء نظرة عليه من الداخل؟ هل أدرك أنها ترغب في الدخول معه والبقاء هناك طوال العمر؟ أمسكت يده بعصبية فقال لها مطمئنا: لن أقدم على أي مغامرة عاطفية مجنونة، ولن أحاول أي شيء معك. كل ما أفكر به الآن هو إعداد الفطور لشخصين جائعين. ابتسمت بارتياح، ولكنها لم تتمكن من منع الدماء من الوصول إلى وجنتيها. هل هذا هو بيتك حقا؟ وهل تأتي إليه كثيرا؟ ليس بالقدر الذي أريد. ملاحظة هامة جدا، هل تعني أنه لا يرحب دائما بمطالب سيرافينا؟ فتح الباب بمفتاح صغير أخرجه من جيبه. أعجبتها حمالة المفاتيح التي كانت تتدلى منها قلادة خشبية جميلة حفرت عليها صورة جمل. لاحظ ريك نظرات الإعجاب في عينيها، فأخبرها أن إحدى عجائز صقلية التي أتت أصلا من منطقة صحراوية أعطته تلك القلادة منذ زمن بعيد. كنت صغيرا جدا آنذاك، وقالت لي أنها تعطيني إياها كي أتعلم من الجمل الصبر وطول الأنات. لا أدري لماذا احتفظت بها طوال هذه المدة. هل تريدين أن أعطيك إياها؟ لا لا أبدا، قد تصاب بسوء طالع لو تخليت عنها. كنت أتأمل جمالها لا أكثر. ألا تشعرين برغبة للحصول على ما يعجبك يا دونا؟ ليس عندما أعلم أن ما يعجبني يخص شخصا آخر. حدق بها وكأنه يقول لها أنه فهم ما تعنيه بالضبط. دفع الباب إلى الداخل ومد ذراعيه داعيا إياها إلى الدخول قبله. حاولت دونا أن تبدو طبيعية وهي تدخل البيت الذي وصفه ريك بأنه مخبأ سري، وتساءلت عما إذا كان أحضر قبل نساء أخريات إلى هذا المخبأ. خافت من أن يتمكن من اكتشاف ما يجول بخاطرها، فركزت اهتمامها على تأمل القاعة الرئيسية وجدرانها البيضاء السميكة. كانت هناك طاولة وعدد قليل من الكراسي وسجادة ملونة تغطي أرض الغرفة الحجرية وسلم لولبي يؤدي إلى الغرفة العليا التي تصورتها دونا مشابهة لهذه باستثناء وجود سرير فيها. شاهدته يخلع معطفه ثم سمعته يسألها بهدوء: بماذا تفكرين؟ لا أعرف تماما بماذا أفكر. يختلف المكان هذا عن الفيلا، إنه بسيط للغاية، ولم أتصورك أبدا رجلا يحب البساطة. فتح خزانة صغيرة وأخرج منها علبة من المعكرونة مع بعض مستلزماتها الضرورية، ثم قال: كل إنسان هو مخلوق مزدوج التفكير والرغبات. أحب كثيرا الدخول صباح كل يوم إلى حمام عصري أنيق، ولكنني في الوقت ذاته أتمتع بإعداد طبق من المعكرونة لنفسي وفي بعض الأحيان لضيوفي. تظاهرت بأنها تقرأ عناوين الكتب الموجودة على أحد الرفوف وسألته بلهجة طبيعية: هل تدعو الناس غالبا إلى هذا المخبأ السري؟ رد عليها بنبرة عادية مماثلة وهو يملأ القدر بالماء قبل أن يضعها على النار. تعنينا النساء أليس كذلك؟ لا يا دونا، أنا لا أستخدم هذا المكان لإقامة علاقات غرامية إذا كان هذا ما تفكرين به. أنا لم أكن... قاطعها وهو يشعل النار قائلا: بلى، هذا ما كنت تفكرين به، إنه رد فعل طبيعي وعادي. فلماذا يريد رجلا مثلي أن يبني منزلا كهذا مخفيا بين الأشجار؟ هو ليس لديه أي جيران سوى العصافير. هل تصدقين أنني أرغب أحيانا في الانفراد بنفسي؟ ضغطت أصابعها على الكتاب الجميل الذي أخذته بين يديها ثم سألته: هل بنيت هذا البيت بنفسك؟ هل أنت الذي وضعت القرميدة على سطحه وحفرت هذه الطيور الرائعة على خشب النوافذ؟ هل فعلت ذلك يا ريك؟ وضع المعكرونة في الماء المغلي وسألها بهدوء: هل سيعجبك أكثر لو عرفت الجواب؟ هل كنت تتصورين أنني لا أعرف شيئا سوى المقامرة والقتال؟ تربيت في صقلية يا عزيزتي، حيث يدربون الصبي ليصبح رجلا في سن مبكرة. علمني والدي النجارة والبناء، وعلمتني أمي على كيفية استخدام الإزميل، وقتلها رجال المافيا بالإزميل الذي كانت تعمل به. أوه رباه.
شعرت دونا بحزن عميق وأحست بأن الدماء ستتدفق خارج وجهها. يقال إن طفولتنا هي التي تحدد مستقبلنا في الحياة، وطفولتي حددت حياتي في ساعة سوداء واحدة. أخذ قلبي ينمو بسرعة كبيرة، تخطت بكثير سرعة نموي الجسدي. كنت لا أزال صبيا، ولكن فترة اللعب ولت ومضت. قتلوا أمي، ولكن توقف فجأة عن متابعة كلامه وسأل ضيفته المذهولة: كيف تفضلين المعكرونة؟ هل أكثر الملح أم أقلله؟ كانت تنظر إليه وهي راغبة في الاستماع إلى مزيد من التفاصيل عن حياته. هذه هي فرصتها الآن، لأنه نادرا ما يتحدث عن نفسه. قالت له بتلعثم: أنا، افعل ما تراه مناسبا. لا شك في أن أدوني أخبرك بعض الأمور عني، أعرف ذلك من الطريقة التي تنظرين فيها إلي أحيانا. وكيف أنظر أنا إليك؟ كفتاة خائفة إلى حد ما، وكامرأة يحزنها تحطم قلب صبي. أوه يا عزيزي، توقفت فجأة وكأنها قالت أكثر مما يلزم، مع أنها شعرت بأن كلامها لم يكن كافيا. هز كتفيه وبدأ يعد المائدة الصغيرة المتواضعة فيما كانت دونا تراقبه بسرور بالغ، لأنه يعتبرها شخصا يجد فيه التعاطف والاهتمام المخلصين. شعرت بصورة أكيدة أنه لا يحدث سيرافينا عن ماضيه إلا نادرا، وإنه لا يأتي بها إلى هذا المخبأ لتشاركه الطعام الذي كان يتمتع به في مطبخ أمه. استلقت دونا على الكنبة الصغيرة فيما كان ريك يعد القهوة ويراقب المعكرونة. كانت تحمل كتاب العصافير في يدها، إلا أن عينيها كانتا تتأملان الرجل القوي. أحست بأنه يمضي معها وقتا ممتعا، مع أنهما سوف يتظاهران فور عودتهما إلى الفيلا بأن شيئا كهذا لم يحدث إطلاقا. الخلل الوحيد في احتمال قيام علاقة طيبة معه هو سيطرة سيرافينا عليه. تمنت لو أن هذه الساعة لا تنتهي أبدا، ولو أن بإمكانها تمضية مثل هذا الوقت معه كل يوم. تمنت لو يحل الظلام ويطوقها بذراعيه القويتين ويحبها كما تحبه. إنها تعترف بحبها له، نعم إنها تحبه، لا إنها تحبه كثيرا. وفيما كان قلبها يغازله بصمت، أحضر الطعام إلى المائدة ودعاها إلى الأكل. أضحكته طريقتها في أكل المعكرونة وعلمها الطريقة الإيطالية الجيدة، ثم ابتسم وقال: هل يعجبك الطعام؟ شكرا، فكرت كثيرا في استخدام مواهبي هذه لفتح مطعم جيد. لما لا يا ريك، بإمكاني أن أكون النادلة. ضحك حتى كاد يقع من كرسيه وقال: أعتقد أنك تعنين كلامك أيتها الصغيرة، ولكنني ككثير من رجال صقلية الحقيقيين لا أسمح لنفسي بتعريض جسمك الساحر إلى قرصات الزبائن الإيطاليين. احمر وجهها حياء، وخاصة عندما رأته يتفحصها بعينيه القويتين الجذابتين، فسألته بعد لحظات: إنك تحب صقلية كثيرا، أليس كذلك؟ هل تزورها بين الحين والآخر؟ سوف ألقى حتفي لو فعلت ذلك مرة. نظرت إليه بذهول، فهز رأسه وأضاف قائلا بتأثر: أعد قبري وحفر اسمي على بلاط الضريح، لدي أعداء يا عزيزتي، يحدث هذا الأمر عندما يعارض أحد عصابة الشر والقتل، وأنا فعلت ذلك وفي أكثر من مناسبة. فتحت عينيها القلقتين وسألته بلهفة: هل هنالك من خطر على حياتك هنا؟ لنقل إن الخطر هنا أقل وأخف. ثم صب القهوة مرة ثانية وأضاف قائلا: لا تخافي يا دونا، فهم لن يقتحموا هذا المكان برشاشتهم وبنادقهم، إنهم يكرهونني ولكنهم يحترمونني في الوقت ذاته. كذلك فإن هذه الأيام لم تعد كالسابق عندما كانوا يقتلون الناس دون ما أي خوف أو وجل من سيف العدالة، إلا أن صقلية نفسها لا تزال متمردة وغير مدجنة بعض الشيء، وهذا هو أحد أسباب تعلقي بها. كنت أنوي أكثر من مرة المجازفة برؤية موطني وبيتي مرة أخرى،
ولكن لدي مسؤوليات. إنه يعني سيرافينا، فهي لن تدعه يذهب إلى صقلية حيث ينتظره الموت في وضح النهار أو حتى في ظلمة الليل. إنه الصخرة التي بنت عليها سيرافينا حياتها، وهو كل شيء بالنسبة إليها. أرادت دونا أن تفكر بمواضيع أخرى، فهبت واقفة وقالت: سأغسل الصحون والفناجين، تمتع بقليل من التبغ المحترق، أعرف أنك تتحرق للتدخين. وماذا لو قلت لك يا دونا إنني أتحرق للحصول عليك؟ خيم الصمت بضع لحظات لم تجرؤ خلالها على النظر إليه. أرغمت نفسها على التحدث بهدوء مع أن قلبها كان بعيدا كل البعد عن الهدوء والسكينة. سألته: هل أستخدم الصابون العادي أم هناك سائل معين تفضله؟ بإمكان الصحون أن تنتظر. سمعت تحرك كرسيه فاستدارت بسرعة لمواجهته، لأنها خافت من أن يقدم على شيء بصورة مفاجئة. اقترب منها وهو يمشي بخيلاء كالنمر القوي وينظر إليها بعينين فولاذيتين. قال لها بصوت حزين تقريبا، تحول تدريجيا إلى صوت جاف وأجش: أعرف أنني وعدتك بعدم لمسك، ولكنني مضطر لذلك الآن. سوف أتظاهر ولو لهذه المرة فقط بأنك لي. أريدك قريبة مني، أريد ما لا يمكنني الحصول عليه بعد هذه اللحظة بالذات. شاهدت تلك الشعلة العجيبة في عينيه، وذراعاه تمتدان لتطويقها وضمها إليه، ثم وضع يده حول عنقها وكأنه غصن شجرة يريد اقتلاعه من مكانه، فيما لو حاولت تحدي رغباته وإرادته. لم تفكر إطلاقا، لأن قلبها كاد يطير فرحا كعصفور أزرق. أمسكت برأسه وجذبته نحوها برقة وتمهل. أحست من طريقة عناقه لها أنها ليست مداعبات رجل يتمتع بوقته لفترة قصيرة فقط. شعرت بأنه يحبها ويريدها، فازداد قربها منه بشكل لم تعرفه أبدا في حياتها. كان يضمها إليه بقوة، وكأنه يريد جعلها جزءا لا يتجزأ من نفسه. داعب شعرها وشد بيديه القويتين على كتفيها حتى شعرت بأنها تحلق على غيمة ناعمة وردية اللون بعيدة عن الأرض، بعدها عن السماء. قال لها بصوت خافت: هكذا يجب أن يشعر الرجل المرأة تجاه بعضهما، وكأنهما ليسا بحاجة إلى أي شيء إلا لمكان يكونان فيه وحيدين لا يزعجهما أحد. أريد أن أعرف الآن، هل عانقت في حياتك أحدا آخر بهذا الشكل؟ هزت رأسها نفيا وهي تشعر أنها في قمة سعادتها. داعب شعرها الناعم قائلا: لن أغير شعرة واحدة في رأسك، لن أغيرك أنت بأية طريقة أو بأخرى. أتمنى أن تبقي دائما هكذا يا فتاتي البريطانية الجميلة، شابة طاهرة عاطفية. أتصور أنني أريد أن أضعك في برج عاجي بعيد عن جميع رجال الدنيا، لأنني لن أتمكن من الحصول عليك. أمسك وجهها بين يديه برفق ومحبة وأضاف قائلا: لكل منا أحلامه، لكن أحلامي مقيدة لا يمكنها أن تتحرر بسهولة. أنت تفهمين ما أعنيه، أليس كذلك؟ أنت فتاة إما أن يأخذها الرجل طوال حياته أو لا يأخذها على الإطلاق. ابتسم قليلا ثم عانقها بسرعة وقال: نعم، ستكونين كريمة معي لأجل ذلك الصبي الصغير الذي أتى إلى بيته مرة في صقلية ليجده عابقا برائحة الموت والألم. أوه ريك، تحرك فمها ثانية فعاد يضمها بحنان حفاظا على شرفها وطهارتها، وهي ذائبة بين ذراعيه. لم يكن هناك غد ولا امرأة تدعى سيرافينا لتمد يديها الأنيقتين اللتين تسيطران على ريك بشكل لا تأمل معه أي امرأة أخرى في الوصول إليه. وفجأة أبعدها ريك عنه، ثم توجه فورا إلى إحدى النوافذ. وبعد لحظات صمت طويلة قال لها بدون أن ينظر إليها: يلتقي أحيانا أشخاص يناسبون بعضهم، ولكن في وقت غير مناسب.
عندما التقينا تلك الليلة في روما كنا غريبين عن بعضنا، ولكننا شعرنا بأن كل منا يعرف الآخر. وأعتقد أنني لو اقترحت عليك أثناء ساعات الرقص الطويلة التي تلت ذلك اللقاء بأن نفر معا لكنت وافقت على ذلك من دون توجيه سؤال واحد. صحيح ذلك، أليس كذلك؟ ظهرت ابتسامة جميلة على شفتيها المرتعشتين وقالت له: ربما كنت سألتك عما إذا كان بإمكان إحضار حقيبتي من الفندق. قال لها بصوت حزين: إنه لأمر بسيط جدا أن نحاول الإمساك بقوس قزح ونضيع بين خطوطه الذهبية البراقة الناعمة. أما الماضي فإلى الجحيم، لأنه يحق لكل إنسان أن يحلم بحلم من نوع ما، ولكن الأمور لا تتم عادة بمثل هذه السهولة. حتى إن نفسي أغرتني تلك الليلة بأن أحذرك من المجيء إلى فيلا سيرافينا. تعلق كل منا بالآخر في تلك الليلة الفريدة، إلا أنه كان من واجبي إبلاغك بأنني لست حر التصرف أو قادرا على التخلص من مسؤوليتي. لم أكن حرا آنذاك، لم أكن حرا يا دونا، ولست حرا الآن، ولن أكون أبدا. إنني أفهم وضعك يا ريك، استدار نحوها بسرعة قائلا: حقا، أخبريني ماذا تفهمين؟ أفهم أن الإخلاص يعني بالنسبة إليك أكثر من الحب. يزول الحب يا صغيرتي عندما تدعو الحاجة إلى ذلك، عندما يخف بريق البهجة وطعم الإثارة. مدت يدها نحوه وكأنها تناشده وقالت: لا لا، بلى بلى يا عزيزتي، وخاصة عندما لا يمكن الاكتفاء منه بالطريقة التي تريدها له الطبيعة. ليس الحب مجرد علاقات رومانطقية وكلمات عذبة شاعرية، إنه جوع، إنه جوع وألم لا يمكن مداواته. لا يبقى في النهاية سوى المرارة والحرقة. دماء الشباب والحيوية تسري في عروقك أيتها الحبيبة. أمامك مجال كبير للحب في حياتك الطويلة. يا عزيزتي دونا، إنك تقسو علي كثيرا كي أصل بك إلى شاطئ الأمان. أحست دونا بأن ألما حادا يعصر قلبها عندما بدا لها أنها غير قادرة على مناقشة جملته الأخيرة أو أن تكون سعيدة معه وحرة في الذهاب معه حيثما يريدان. تألمت كثيرا لأنها لن تتمكن من التجول معه في معاهد الفنون الجميلة أو المتاحف، وهي أمور تحب القيام بها مع ريك بعد أن تعرفت الآن إلى الوجه الآخر في حياته وشخصيته، الوجه الذي لا يظهره أبدا إلا لمن لا يعتبره أكثر من مجرد حارس شخصي ومرافق خاص لسيرافينا نيري. نظر إليها بوجه كأنه صخر وقال: أعرف ماذا يجول في خاطرك الآن يا دونا. كان قويا في وجهه ونظراته. أحست بأنها تريد تحطيم ذلك الجدار الذي يمنعها من الوصول إلى أعماق قلبه. كانت تصبو بحرقة لتصبح جزءا منه. وهل يمكنك أن تقرأ جميع أفكاري بهذه السهولة؟ وجهت إليه هذا السؤال بصمت لم تتمكن من إخفاء ألمه. شعرت بعذاب موجع لأنها فهمت لتوها أن الحب يحمل معه نوعا من الألم والحساسية. أشعر في هذه اللحظة أن تيار أفكارك هو كسلك معدني تدب فيه قوة من الكهرباء فيما أنا ممسك به. أنت تريدين مني الآن أن أطلعك بصراحة على سبب ارتباطي بسيرافينا إلى هذه الدرجة. تشعرين بأن لك الحق في ذلك، وتسألين نفسك عما إذا كانت ثروتها الطائلة هي السبب. لا لا يا عزيزتي، فالمال ليس السبب. يكفي أن أقول لك أنني أقدمها عليك. هذه المرأة التي يتصورها الآخرون إلا عاشقة مهووسة كما ظهرت في أفلامها، أنا أعرف حقيقتها وأعرف أن بإمكاني تحطيم قلبها، ولكنني لن أفعل ذلك يا دونا. لن أدعك تشاركين في عملية تحطيم قلب امرأة أخرى. لن أعمل على إفساد الطيبة اللذيذة التي أجدها فيك أو الإحساس الرقيق المرهف الذي أراه في عقلك وجسمك. أعرف أنك تتألمين عندما أتحدث إليك على هذا النحو، ولكن تصوري الألم الذي ستشعر به امرأة تجاوزت الأربعين
امرأة تبدو في الظاهر أن لديها كل شيء، مع أنها في الحقيقة ضحية مخاوف لا يمكنك تصور أبعادها. صمت لحظة وهو واقف أمام النافذة ووجهه يرتدي قناعا من الظلال بسبب الضوء القوي الذي يأتي من الخارج. هز رأسه ومضى إلى القول: أعرف أن بإمكانك تصور ما سيحدث لهذه المرأة إذا تركتها من أجل إيجاد القليل من شباب الضائع مع شابة مثلك. أعتقد أنك تعرفين ماذا سيحدث لنا فيما لو عشنا معا ونحن نعرف ماذا حدث لها. لا، لا أتصور نفسي قادرا أبدا على ذبح مشاعرها. أحزنتها الكلمة التي استخدمها، الكلمة الرهيبة التي تصور سيرافينا الجميلة الشامخة وهي تتخبط بدمائها وتبكي على أطلال قلبها المحطم. وقالت دونا لنفسها أن ريك ليس الإنسان الذي يمكنه أن يقوم بمثل هذه الأعمال البربرية. خنقت دموعها في عينيها وذهبت بسرعة لغسل الصحون. سمعت قداحته مرة أخرى وشمت رائحة الدخان. إنه يدخن كثيرا، إنه متوتر الأعصاب إلى درجة مذهلة. وشعرت دونا فجأة بأنها ليست قادرة على تحمل خسارته بصورة تامة، فاستدارت نحوه وقالت بعصبية: لماذا سأظل خجولة إلى هذه الدرجة؟ أعرف أنه لن يكون لنا أي مستقبل إطلاقا، ولكن هذا لا يعني أنه ليس بإمكاننا أن اسمع، اسمع يا ريك، لسنا مضطرين إيذاء أحد. أريد أن أعرف كيف سيكون عليه شعوري عندما أكون معك، حقا معك. تبا لهذه الكلمات، هل تعتقدين أن هذا كل ما أريده منك؟ لو كان الأمر هكذا لحملتك إلى تلك الغرفة منذ أكثر من ساعة. أنا إنسان يا دونا ورجل يضج بالنار، يسرني كثيرا أن أضم امرأة بين ذراعي. وأن شد شعره الأسود بعنف ثم صرخ قائلا: رباه، لا تطلبي مني أن أعاملك هكذا، إنني قادر، لكن كل نقطة دم عاقلة في عروقي تمنعني بحزم وقوة. أريد الحب معك يا حياتي، أن يكون لذيذا وطيبا وطاهرا. ولكن الطيبة والطهارة يا ريك ستؤدياني إلى وحدة قاتلة. ألم تكن تعني ما قلت عندما حدثتني عن الفارس الأسود الذي سيتسلل إلى غرفة نومي عبر الشرفة؟ إذا حدث ذلك يا ريك، فهل تعتقد أنني سأصرخ وأوقد الباقين؟ كنت أمازحك وأضايقك عندما قلت ذلك. حقا يا ريك، وهل تتظاهر الآن بأنك تتنفس بصعوبة أم أنها كثرة التدخين؟ أحذرك يا دونا من مغبة الاستمرار في هذا الأسلوب، فأنا لست من حجر، أعرف ذلك، وأعرف أن مظهرك وسيم للغاية، وأعرف أيضا أنني كلما اقتربت منك أشعر بأنني غير قادرة على الوقوف، أشعر بأنني أذوب وأنهار. أيتها الشيطانة الصغيرة، لا يمكنك أن تفعلي ذلك، لا تحاول اتباع هذا الأسلوب أبدا. حمل معطفه ورماه على كتفه ثم سار نحو الباب، فتحه ثم استدار نحوها وتأملها بضع لحظات. شعرت خلالها بأنها تذوب أمامه وتكاد تهوي على الأرض. قال لها: إلى اللقاء أيتها العزيزة، لا تظني أبدا أنني لا أحب أن أكون ذلك الشخص الذي سيمنحك كنوز الظلام وثروات الليل الدفينة. دفعتها حشريتها القوية بعد الانتهاء من توضيب القاعة الصغيرة إلى الصعود إلى غرفة النوم. شاهدت على طاولة خشبية صغيرة قرب السرير قنديلا صغيرا وصورة امرأة ضمن إطار من الذهب الخالص. رفعت الصورة بيدين مرتجفتين وتأملتها بدقة وعناية. إنها صورة أمه، وهذا هو السبب الحقيقي على الأرجح لرفضه إحضار أي امرأة إلى هذه الغرفة. أعادت الصورة إلى مكانها فشاهدت وراء الطاولة صندوقا خشبيا صغيرا. أرادت أن تعرف بعض أسراره ففتحته وشهدت إذ شاهدت فيه القناعين اللذين استخدماهما في تلك الحفلة، الحفلة الراقصة في روما. احتفظ بالقناعين كما احتفظت هي بالوردة البيضاء، يريد أن يتذكر كيفية اللقاء بينهما ويحتاج إلى شيء يحتفظ به للذكرى عندما يضطران للافتراق.
عادت إلى الفيلا والألم يعصر قلبها. ستواجه الكثير من المصاعب بعد الآن، ولكنها مضطرة لتحملها بسبب العقد الذي وقعته مع السيرافينا. كيف ستشعر عندما ستراها بين ذراعيه؟ اللعنة، يجب أن تتصرف معه وكأنها غريبة مهذبة. تأملت الفيلا قبل دخولها إليها، فلم تجدها جميلة كالسابق، بدت كسجن كبير يجب أن تمضي فيه فترة عصبية وأليمة. بيته الصغير أجمل بكثير، ولكنها لن تتمكن من الذهاب إليه، وتلقلقت الدموع في عينيها.